اهلا وسهلا بكم متابعي موقع هيسبريس و هيسبورت. حنا الان في مدينه العين الاماراتيه وبالضبط في ملعب هزاع بن زايد قبل 24 ساعه على المباراه النهائيه اللي غتجمع فريق العين الاماراتي بنجمه المغربي سفيان رحيمي امام يوكوهاما مارينوس الياباني. المباراه غتجرى في هذا الملعب الجميل من خلفي وجميع الجماهير العينويه فكتنتظر نجوم الفريق وعلى راسهم سفيان رحيمي باش انهم يهديوا اللقب الثاني في المسار ديال فريق العين الاماراتي في هذه المسابقه. تابعوا معنا في التقرير تصريحات تعليقات ديال المدرب الارجنتيني كريسبو وكذلك التحركات ديال سفيان رحيمي في اخر حصه اعداديه قبل اللقاء. إذا بالنسبة للكابتن رحيمي أنا سعيد جدا وفخور به، أما بالنسبة للاستراتيجية فسأتركها لغدا لاكتشافها بأنفسكم، بأنفسكم يجب علينا العمل وسترون ذلك غدا. اعتقد انه قاعد يؤدي اداءات مميزه وكان سبب رئيسي في وصول العين لهذا النهائي. اعتقد راح يكون له كلمه حاضره في المباراه القادمه، واعتقد ان سفيان يقدم واحد من المواسم الرائعه ونحن فرحين له في انه رجع لي المنتخب، وان شاء الله راح ان شاء الله يعني مع المنتخب المغربي مع اسود الاطلس ان شاء الله باداءات رائعه. سفيان رحيمي طبعا شهادتي فيه مجروحه جدا، يعني هداف البطوله ممكن يعني لو الاتحاد الاسيوي ممكن انه يدخل سفيان رحيمي من افضل لاعب اسيوي، بس للاسف لا يصير، بس ان شاء الله تكون له جائزه من الاتحاد الافريقي كافضل لاعب مغربي في اسيا. سفيان مختلف هذا الموسم، سفيان عقليه كبيره، عقليه محترفه، رجل محترم، لاعب كبير، قدامه كذلك مستقبل كبير، باذن الله يبدا ويتوج بالحلم اللي تحدث عنه سفيان اللقب الاسيوي باذن الله.